واخيرا وانا من اخر الناس اللي تقريبا عملوا قناه يوتيوب بعد ضغط شديد اللي هو مفيش اصلا، قررت ان انا اعمل قناه اليوتيوب ديت. القناه ديت اولا هتبقى مختلفه تماما عن اي قناه تانية. احنا مش بنعلم لغات ولا بندي معلومات عامه ولا بنعمل ريفيوهات ولا بنلعب جيمز، احنا بنعمل كل ده. لو انت عايز تتعلم لغات خصوصا الانجليزي والايطالي، اكتر من كده ما تسالش. سوشيال ميديا، اي كوميرس اللي هي التجاره الاونلاين من الاخر يعني، هيومن ديفلوبمنت اللي هي التنميه البشريه، ايه جنرال نوليدج تعرف بس شويه معلومات عامه كده اهوت. كل فين وفين يعني بيجي لي شويه هفه كده ان انا بحب ادي معلومات عامه يعني وكده، يمكن تفيدكم يمكن ما تفيدكوش، هعملها مالكوش دعوه ماشي. اخر حاجه لو عايز تشوف ريفيوز، هنعمل ريفيوز كل فتره كده اهوت، فيديوهات عن الريفيوز عن ابلكيشنز وعن حاجات تانيه كتير إلخ إلخ إلخ. طبعا بالنسبه لكل الحاجات اللي انا قلتها ديت هيبقى في بلاي ليست، القناه هتبقى متقسمه لبلاي ليست، كل بلاي ليست بالعناوين اللي انتوا شفتوها ديت. البلاي ليست اللي انت عايز تتفرج عليها او انت مهتم ان انت تتعلم منها حاجه او تتعرف عليها، تخش عادي في لسته البلاي ليست عندنا في الشانل في القناه وهتختار البلاي ليست اللي انت عايزها. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتضغط على زرار الجرس علشان يجيلك احدث واخر فيديوهاتنا. انتظرونا يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله مع اولى حلقاتنا واول فيديو لينا ينزل على القناه، ويا ريت ما تنسوش. لا خلاص الفيديو خلص، يلا باي باي.